يخبر عن هالحبر السري. ماريا بدنا نشكرك على تحضيرك لهالكلمات وبتمنى لكم وقت مبارك معنا وحلو برفقة رانيا. أنا شوي مبتدئة بالتقديم، ما عليكم تكون تعذروني لأنه في عندي عفوية ما بعرف أتخلى عنها وقت أحكي. اللي بدي أقوله أول شيء أنه أنا كنت الرابط يعني بين رانيا وتوني، هيك بعتبر. وقت رحت عند رانيا وتعرفت عليها وقلت الأشياء اللي كتبتها، وبما أنه أنا بعرف توني حطيته لشخصين يعني ان كونتاكت مع بعضهم وبتواصل مع بعضهم وطلع هذا الكتاب. هلا هي الفكره من الكتاب، ليش انا شجعت رانيا انه تعمل الكتاب؟ وفي كثير ناس بتتساءل انه ليش انه مثلا ليه عم نتولد معنا هول الكتابات بكتاب؟ انه هل كل شخص مثلا بيكتب ايه اوكي فينا نعمل له كتاب؟ هي مانا الفكره مثل كنت رانيا تقول لي انه مثل عمل خيري. ايه هي ما عمل خيري، هي الشخص يلي ما في يمشي وما في يحكي وما فيك تفهم عليه وما فيك تحكي معه، وكتير صعب تتواصل انت وياه. وبفهم انه بحياتها اليومية مع كل الناس اللي بتلتقى فيهم يلي ثلاث ارباعهم موجودين معنا اليوم، في صعوبة كتير بالتواصل. وهذا الشخص اللي بنشوفه قدامنا اللي عنده هالإعاقات يعني كتيرة، ما بيقدر ما فينا نفهم مينه، ودائما نتخيل انه هو يمكن عنده مثل اعاقه ذهنيه او ما بيفكر مثلنا او ما بيسمع شو عم نقول او ما بيتضايق منا وقت بنحكي شيء بيأذيه او حاله رده فعل. هذا الشخص هو اذكى منا بدرجات واوعى منا بدرجات وبيفهم اكثر منا بدرجات وحساس لانه بوضعه يعني ما فينا نكون محله. يعني نحن فينا نتعلم منهم انه نتحمل الاشياء اللي بنمرق فيها يعني هي كتير أبسط من المشاكل اللي هني بيمرقوا فيها وما بنتحملها، بينما هني عم بيتحملوا رانيا وكلوديا ولاميا وغيرهم كتير أشخاص عندهم مشاكل هالأمراض يلي بتمنعهم أنه يتواصلوا مع الآخر. هلا هذا الكتاب هو وسيلة التواصل، هو أنت وقت بتقروا الكتاب بتصيروا تشوفوا رانيا حقيقتها، رانيا من جوا هي مين كشخص. بضل التواصل صعب شيء اكيد، بالكلام بالحكي بالحركات بالهيك، بس الشيء اللي هي كتبته بيحكي معنا كلنا يعني كاشخاص. وبدي اشكر توني يمين، لانه لولا منه ما كان هذا الكتاب تحقق. يمكن في ناس ما كانت امنت حتى بالكتاب انه معقول ينعمل. ورح نبلش مع توني، بدي احكي لنا شوي عن البيت الصغير تبعي اللي هلا هو مؤسسه. وبدنا نشكره كثير كثير على كل الدعم يلي عطانا اياه. ميرسي توني، تفضل.